خلونا نذهب للدوحة. معلنا زميلنا محمد طه مراسل اون تايم سبورتس من امام ملعب لوسيال. قول لنا الاجواء بقى. انا عارفه اكيد الناس كلها مشيت خلاص، لكن كانت هذه اجواء رهيبه في جمالها الحقيقه، انه كل شيء كان جميل النهارده. مساء الخير يا استاذ دميس، طبعا وكل التحيه لحضرتك ولضيوفك والكل طبعا الساده المشاهدين في ليله ربما هي انصافت ميسي بعد مشوار طويل جدا ومشوار حافل بالارقام القياسيه كان ينقصه هذه الكاس. ربما يعني كنت تتحدثي عن مارادونا، وده بالفعل هو كان حديث الجمهور الارجنتيني حتى قبل المونديال واثناء مباريات المونديال، انهم كانوا بيتمنوا انه ميسي يرفع الكاس، لان لازال مارادونا محفور في عقولهم وقلوبهم. ربما مارادونا من 86 حتى 94 وحتى لم يكمل حتى هذه البطوله بعد خروجه من المنشطات، ولكن كانت فتره توهج ليه. حتى اما ميسي اللي سنوات طويله جدا، فهم شايفين انه كان من يعني من الانصاف انه مع كل هذه السنوات وكل هذه المشاركات سواء على الانديه سواء مع المنتخب ان يتوج بكاس العالم. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، كاس العالم هي من تسعى لميسي وتحب ميسي، فقد تكون هي الكاس التي سيرفعها ميسي، وبالفعل رفعها ميسي. الاجواء احتفاليه رائعه جدا من الصباح الباكر، بما انه يصادف اليوم الوطني لدوله قطر، فكانت احتفالات في كل مكان باليوم الوطني، وكمان بالاحتفال باليوم المباراه النهائيه بعد ان انتهى الماراثون الطويل من مباريات ممتعه وفي كاس عالم استثنائي. الجماهير الارجنتينيه يمكن العدد كان يعني تفاق ال 80,000 في استاد لوسيل، لكن تقريبا زيهم كان في محيط الاستاد بيحتفل، ما تمكنوش من الدخول، اعداد كبيره جدا، ده غير كمان اللي موجودين في مختلف الاماكن المتفرقه في الفان زون اللي كانوا بيتفرجوا عن طريق الشاشات الكبيره. لكن الاحتفالات كانت في كل مكان حتى قبل بدايه المباراه. العدد الاكبر واضح هو العدد الارجنتيني، الجمهور الارجنتيني، التيشيرت الارجنتيني، العلم الارجنتيني. الجماهير الفرنسيه لم تكن بالشكل اللي كان يتمناه او كان يتوقعه البعض، خصوصا انه حتى اليوم وصل 6,000 مشجع من فرنسا فقط، بجانب بعض اللي كانوا موجودين بيدعموا المنتخب الفرنسي. فالحاله كلها كانت ميسي، الروح حتى كمان والاجواء اللي كانت اثناء التتويج، الممر الشرفي، ارتداء ميسي حتى بعد نهايه المباراه والتتويج، الزي او العباءه العربيه، ففي لقطه كده يعني تنهي كاس العالم العربي، كانت لقطه ممتعه جدا. حتى ميسي نفسه هو بيقبل الكاس ما كانش مصدق انه اخيرا كاس العالم سيكون يعني معه الى الارجنتين. انتهت المباراه وانتهت خروج الجماهير، لسه في اعداد كبيره بتخرج نظرا للاعداد الكبيره، حتى الان لم يتم التاكيد، ولكن مستنيين القرار، انه احتمال دلوقتي في هذا الشارع اللي من خلفي اتوبيس مكشوف هياخد اللعيبه كلها بالكاس وهيتجول في المكان اللي هو درب لوسيل الخاص باحتفالات الجماهير، لان الاعداد كبيره جدا، لكن لسه لازال التاكيد منتظرينه من الجهاز الفني والمدير الاداري بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. لكن الجماهير بعد الاعلان عن احتماليه يعني مرور الاتوبيس المكشوف، كل الجماهير دلوقتي متجمعه ومنتظره في قرار بعد الاعلان بعد لحظات، هل سيمر اللاعبون من هنا يحتفلوا الى فندق الاقامه ام من فندق الاقامه دايركت يعني من استاد لوسيل. لكن بشكل عام هي نسخه استثنائيه، وكل الاجواء اليوم كانت اجواء احتفاليه رائعه جدا لجماهير الارجنتين. طه كلمني عن حفل الختام، يعني كان في حفله كبيره فيها مطربين من كل انحاء العالم، من العالم العربي، ويجز غنى في ما بين الشوطين للجماهير. يعني كلمني على الاحتفال النهائي والفاير ووركس بقى اللي قفلت كل هذه الاحتفاليه الكبرى. يعني هو الاحتفالية اليوم كانت بالتأكيد تجميع لكل المغنيين اللي عملوا الأغاني أو اللي هم نفذوا الأغاني الخاصة أو الأغاني الرسمية لكأس العالم، اتجمعوا النهاردة كلهم وغنوا، بالإضافة إلى بعض المطربين الآخرين اللي اتجمعوا كمان معاهم في حالة إن هم يعني نقل جميع اللغات وجميع الطرق أو الأغنيات للعالم كله من خلال هذا الحفل الرائع جدا. حتى طريقة الفايروركس اللي اتعملت
كمان كانت رائعه جدا حتى فيما بعد النهائي او بعد تسليم الكاس، وده كمان امتداد لحفل الافتتاح كان كمان رائع في بدايه المونديال، حتى تكون القصه من البدايه الى النهايه قصه رائعه استمتع بها كل عشاق كره القدم. في الجانب الاخر برضو عشان ما ننساش الحديث عن المنتخب الفرنسي، جمهور الفرنسي لازال يعني حزين وغاضب، لكن ربما كانت البوادر واضحه من المؤتمر الصحفي بالامس، ديشامب لم يكن لديه الثقه الكامله، الحديث نفسه، الطريقه التي كان يتحدث بها الاعلام مع ديشامب، الامور التي كانت خاصه بكريم بنزيما والهجوم، بعض الصحفيين حتى اتكلمت معهم بشكل شخصي قالوا انه ربما لو خسر فرنسا في هذا النهائي ستنفجر كواليس كثيرة خاصة بالمنتخب الفرنسي، سنرى ماذا سيحدث. حتى الصحف الفرنسية لم تنتظر، عناوين الآن ظهرت بشكل يعني سريع، امبابي لوحده لا يكفي، يعني وصفوا حتى المنتخب انه في نواقص كثيرة جدا، و ربما الأيام القادمة ستظهر أشياء كثيرة جدا تخص المنتخب الفرنسي، ربما ديشامب لم يكمل مهمته من اليوم. شكرا زميلنا محمد طه مراسل أون تايم سبورتس.